ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وبعد احبتي في الله ما زلنا في مدرسه الصيام ما زلنا تحت عنوان علمني رمضان وحديثنا اليوم بفضل الله عز وجل بعنوان صوم الجوارح نعم صوم الجوارح فان الصيام لن يؤتي ثماره المرجوه الا اذا صامت الجوارح مع صيام البطن والفرج الصائم عاده يصوم الصيام عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام بصفه عامه كما يسميه العلماء صوم العوام لكن نريد الصوم خاص نكون من 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 خاصة المؤمنين من خاصة الصائمين أن تصوم جوارحنا عن كل ما يغضب الله أن تصوم جوارحنا أن تصوم عيني وأذني ويدي ورجلي وبطني وفرجي وكل هذه تصوم عن كل ما يغضب الله ويخالف أمر الله عز وجل إذا أردنا أن يعني نخرج من رمضان من مدرسة رمضان بفوائد يعني حقيقية ويرتفع مستوى الإيمان والإنسان يشعر بلذة الطاعة وجمال الطاعه وقوه الايمان وان الايمان زاد في قلبي بفضل الله عز وجل وعنده شغف لمزيد من الطاعه لان من علامه قبول الحسنه الحسنه بعدها كما يقال ان تصوم الجوارح مع البطن والفرج، يعني لا يكفي البطن والفرج فقط هذا يعني نعم يكفي لصحه الصوم ان الصوم مقبول لكن انا اريد ان اخرج بثمار اعلى، فيصوم مثلا بطني عن الحرام يبقى انا طوال رمضان بقى اذا كنت في طبعا في النهار صائم يبقى في الليل لا افطر على لا اكل حرام، لا اشرب مثلا السجائر وكذا، لا اكل الربا، لا اكل ما حرمه الله عز وجل علي، لا اكل الا ما احله الله عز وجل لي فأنا عبد لله عز وجل لا آكل إلا ما أباحه لي، والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما استثني وحرم، يبقى هذا إيه؟ صوم البطن، يبقى عندنا حتى سيدنا جابر بن عبد الله يقول إذا صمت يعني إذا كنت صائم يا مسلم فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ودع أذى الجار ودع أذى الجار وليكن عليك يوم صومك سكينة ووقار وليكن عليك يوم صومك سكينة ووقار ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء لابد أن يظهر عليك وعلى جوارحك وعلى نفسك أنك صائم في مهزف في ألفاظك لا تؤذي أحدا لا تتطاول بلسانك لا كذا ولا كذا فيظهر عليك وقار الصيام سكينة الصيام سكينة الجوارح إذا الصيام مع صيام البطن والفرج أن تصوم الجوارح يعني مثلا أن يصوم اللسان يصوم اللسان عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن السب عن الشتم عن الكذب من باب أولى كل هذه أذكرها كبائر كبائر من كبائر الذنوب لكن المسلم إذا صام ما معنى أن أصوم وأجوع وأعطش وأنا عمل فلان فعل كذا وكذا وفلان فعلت كذا وكذا وما سمعتش الخبر وفلان قيل وقال أين الصيام وأين ثمرته واين يعني الفائده التي نجنيها من الصيام فلا بد ان يصوم لساني اشغل لسانك بذكر الله لا يزال لسانك راطبا بذكر الله اقرا القران الكريم يا اخي اقرا القران الكريم تنافس في ختم القران تنافس مع اخيك مع زميلك في العمل مع زوجتك مع اولادك تنافس في 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 في, في القران مثلا واشغل لسانك بقراءه القران بذكر الله بامر بمعروف بنهي عن منكر ولا تفسد صيامك بالكذب والغيبه والنميمه والتحريض بين الناس أو السب واللعن وغير ذلك، تصم عيني عن النظر إلى الحرام، ما معنى أن أكون صائم وأنا أنظر هنا وهناك ولا أغض بصري حتى وأنا صائم لا أغض البصر، وطبعا تقول لا والحمد لله ده نمشي في الشارع بغض بصري، ثم ماذا أمام الشاشة؟ ماذا أمام المسلسلات وأمام العاريات الفاجرات صلى الله أن يهدي المسلمين والمسلمات، ماذا أذ... ليس هذا نظر هذه التي تفننت في إظهار زينتها وكذا وكذا وأنت تنظر وأ... ما أعوذ بالله أين الصيام؟ وأين رمضان أين حلاوة الإيمان في القلب فلا بد أن تصوم العين كذلك تصوم الأذن لا أسمع أغاني ولا أسمع مثلا فلان بيغتف فلان ولا فلان بينم ولا فلان كذا لا أسمع إلا ما يرضي الله عز وجل لا أسمع إلا ما يرضي الله عز وجل لا بد أن تصوم أذني عن سماع الحرام كذلك عندي مثلا صوم كما قلنا صوم العينين وصوم اللسان وصوم الجوارح بصفه عامه عند صوم اليدين والرجلين ان تصوم يدي فلا تبطش ولا تسرق ولا ترتشي ولا تكتب شكوى كيديه ولا اي وسيله باليد يكون بها ايذاء لمسلم ايا كان ولا افعل بيدي امرا يغضب الله عز وجل تصوم رجلي رجلي لا تسعى الى حرام ولا ابطش برجلي ولا كذا لكن اسير الى بيوت الله عز وجل لاصلي في الجماعه الاولى اسير الى عملي المباح أسير إلى صلة الأرحام أسير إلى صلاة التراويح أسير إلى يبقى تصوم اليد والرجل وكل هذه الجوارح تصوم عن كل ما يغضب الله عز وجل لا أستخدم هذه النعم إلا في طاعة الله لأن كما يقال من العجيب أن العاصي لا يعصي الله عز وجل إلا بنعمه العاصي العاصي لا يعصي الله عز وجل إلا بنعمة يعني الذي ينظر إلى الحرام بنعمة البصر يستمع إلى الحرام بنعمة الأذن يتكلم بالحرام بنعمة اللسان يمشي إلى الحرام بنعمة الرجلين سبحان الله أين شكر النعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم أنت تنظر إلى الحرام فكم من أعمى لا يبصر وكم من أصم لا يسمع وكم من أبكم لا يتكلم وكم من قيد لا يتحرك تحرك أما تخشى أن يجعلك الله عز وجل كهؤلاء فلنستخدم جوارحنا في طاعة الله فلنستخدم جوارحنا في السعي في طاعة الله عز وجل ولا نبارز الله بالمعصية بنعمه التي أنعم علينا بها سبحانه وتعالى بل أعظم من ذلك علينا أن نتعود وأن نتعلم وأن نتدرب على بقى مسألة بيسموها إيه صيام خواص الخواص أن يصوم قلبي عن كل ما سوى الله، أن يصوم قلبي عن الدنيا، أن يصوم قلبي عن كل الشواغل ويكون همي هو الله وطاعة الله ومرضاة الله عز وجل، ماذا يرضي ربي مني سبحانه وتعالى؟ ماذا يرضي ربي فافعله وماذا يغضب ربي فاتجنبه؟ يصوم القلب عن كل ما سوى الله، ارتقي إلى الدرجات العلى من الإيمان وأكون في الدرجات العلى من الجنة إن شاء الله، فاللهم يا ربنا وفقنا للصلاة صوم جوارحنا وصوم قلبنا عمن سواك او عن كل ما سواك ومن سواك يا رب العالمين واجعل يعني صومنا يا رب مقبولا وعملنا يا رب عندك متقبلا وشفع فينا الصيام وشفع فينا القران وشفع فينا كل عمل صالح يا رب العالمين وشفع فينا سيد الانام اللهم امين امين وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.